بشكل استثنائي فتح معبر رفح أمام سكان قطاع غزة في ظل تسلم السلطة الفلسطينية المعابر بعد اتفاق المصالحة، رغم أنه كان من المقرر تشغيل المعبر في منتصف الشهر الجاري بآلية جديدة وبشكل مستمر، إلا أن عقبة ملف الأمن ربما حالت دون ذلك، وتم العمل بالآلية القديمة وحسب كشوف وزارة الداخلية التابعة لحماس، وهي آلية التسجيل في كشوف طويلة للحصول على فرصة سفر، وتمنع المواطن من التوجه إلى المعبر مباشرة. نريد أن تفتح المعابر لمدة شهر على الأقل حتى تعود الأمور لسابق عهدها، حتى تتحسن الظروف ويصبح المواطن يسافر على المعبر دون أن يسجل ولا دون أن يحصل على دور. نحن نتطلع إلى يوم مشرق نجد فيه أنفسنا بحرية كاملة، نطلع أو نخرج من بيوتنا مؤمنين إلى مكاتب السفر إلى المعبر مباشرة. أما الجديد فهو انتشار طواقم أمنية وفنية من أفراد السلطة الفلسطينية ومن حرس الرئيس داخل معبر رفح، وكان عدد من وزراء حكومة التوافق في استقبال المسافرين في صورة تؤكد على تغير الحال في المعبر. وخلال مؤتمر صحفي لوزير الإسكان والأشغال أكد أن كل الأطراف الفلسطينية ومصر تعمل من أجل تذليل كافة العقبات مستقبلاً. بالنسبة للإخوة في المتحاورين بإذن الله في جمهورية مصر العربية، نتمنى أن ينهوا جميع الملفات. نحن نقول للجميع ولكل أبناء شعبنا الفلسطيني أن حكومة الوفاق الفلسطينية هي على تم الجاهزية بكل مسؤولية أن تعمل كل مهامها اتجاه مسؤولية اتجاه أبناء قطاع غزة. يبدو أن ملف الأمن وعدم تسلم السلطة الفلسطينية زمام الأمور فيه بعد له الأثر الكبير على تشغيل المعابر بشكل جديد، إلا أن اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة والمزمع خلال أيام قليلة سيفتح الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف الأمن وآلية تسلم السلطة لوزارة الداخلية. إذن هي المرة الأولى التي تفتح فيها بوابة معبر رفح بشراكة أمنية وفنية بين طواقم من السلطة الفلسطينية وحركة حماس بشكل مؤقت إلى حين توافق على ملف الأمن وعلى آلية تشغيل المعبر حسب اتفاقية المعابر لعام 2005. وسام ياسين، الحرة، غزة.